الرحمن الرحيم، اهلا بكم وحلقه جديده بعد طول الغياب. وده كان عايز اتكلم معاكم عن الحلقه اللي عملتها عند رافت الهجان، والفيديو ده اللي حقق 1.25 مليون تقريبا. كان في حوار بيدور ان رافت كان عميل مزدوج، والكلام ده كانت جابته قناه العربيه. هسيب لكم لينك رابط الفيديو اللي انا عملته عن ان رافت عميل مزدوج ولا لا اسفل الفيديو، يا ريت تشوفوه. لكن تعالوا مع بعض نتابع بقى الحلقه بتاعتنا. في ناس كتير قوي كتبت كومنتات فوق ال 5000 كومنت او 3-4000 مش فاكر في الرينج ده كده، وهجموني ان انا قلت ان رافت عميل مزدوج. انا ما قلتش، اولا هم دايما بيهاجموني ان انا قلت كده، انا ما قلتش الكلام ده خالص. انا قلت ان رافت الهجان قناة العربية قالت 1-2-3 واستضافت من المخابرات المصرية وكيل المخابرات المصرية العامة، المخابرات العامة المصرية، وقال رأيه، واستضافت برضو بعض الاسرائيليين وقالوا رأيهم في الموضوع ده. طيب انا بقى عايز اقول لكم بعد الحلقة دي ما اثارت جدل كبير قوي، او الفيديو اللي انا عملته ده اثار جدل كبير جدا، ان رقم واحد المسلسل مبالغ فيه، كان فيه مبالغة كبيرة جدا. وبعدين يا جماعة المسلسلات ما تاخدهاش زي ما هي كده، لا الكلام ده مش حقيقي، ان في خيال المؤلف بيضيف بعض الحاجات او الحوارات اللي وقع، لان رافت ما قالش كل حاجة. ما فيش حد في الدنيا بينقل خبر او بينقل كلام بالنص، ففي بعض الفراغات ملاها الكاتب طبعا، وده لزوم الحبكة الدرامية او الحبكة بتاعت المسلسل. لكن ندور بقى ونبحث، في ناس طبعا بعض النقط اصابوها، ازاي بقى عميل مزدوج وهو بره مصر؟ لا العميل مزدوج مش شرط، ممكن يضل بالمعلومة، يعني يكون شغال لمصر واسرائيل اكتشفته فاتفقت معاه ان هو يضل لمصر، فهو ده يبقى كده العميل المزدوج. زي برضو ما كان في حوار عن اشرف مروان، بس هنيجي على حالة اشرف مروان في وقتها. لكن نتكلم بقى عن الموضوع بتاع رافت الهجان، وزي ما قلت كده ان في فعلا عميل مزدوج، مش شغال في ارضه وفي بلده، شغال في حتة تانية، مش شرط ينقل اخبار المصريين، لكن ممكن ينقل تساؤلات المصريين، ودي تبقى فايدة كبيرة جدا. يعني ينقل بس كفاية ان هو بيقول يسألوني عن كذا، فدي مهمة جدا، تمام. لكن برضو مش معنى الكلام ده ان رافت عميل مزدوج. طيب ناس اتكلمت قالوا طب خط بليف هو جاب المعلومات ازاي ومش عارف ايه يا جماعة، ما مش شرط، احنا قلنا مسلسل مش شرط، ممكن يكون حصلنا على المعلومات بتاعت خط بليف، وفي كلام بيتقال ان المخابرات الروسية هي اللي ساعدت مصر في المعلومة دي. لكن الحقيقة دايما مش ثابتة، او الحقيقة دايما مش مسلم بيها، الحقيقة اللي يعرفها كاملة هو الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنجتهد، والاجتهاد ساعات بيصيب وساعات بيخطئ، فربنا يسامحنا لو كان بيخطئ ويأجرنا لو كان بيصيب. لكن مش محتاجة طبعا، لقيت حب مصري عرب كتير جدا لمصر كتير، انا لقيت تعليقات مصر عرب لمصر حاجة ما شاء الله، اقسم بالله انا كنت سعيد جدا بتعليقات الجزائريين بالذات، اخوة الجزائريين حاجة غريبة جدا، حبهم للقضية العربية والمصر والفلسطين حب قوي جدا، والاخوة السعوديين برضو لقيت برضو حب المصر جارف، مش زي بعض الحوارات اللي بتحصل بين المصريين والسعوديين على السوشيال ميديا، لا لقيت ان الفيديو ده فعلا عمل حاجة جميلة جدا، وحد العرب على مصر. ده كان شيء اسعدني جدا، كان شيء في منتهى الجمال. طب يعني انت ما قلتلناش برضو هو رافت عميل مزدوج ولا لا؟ زي ما بقول لكم الحقيقه الكامله مع ربنا، لكن بعض الشكوك اثيرت ان هو عميل مزدوج. لكن ليا رد على الحته دي برضو، ان رافت يا جماعه اسرائيل ليه ما طلعتش اي دليل يثبت ان رافت كان عميل مزدوج ليهم؟ دول طبعا كانوا اساتذه في التسجيلات، ولا حديث واحد مع رافت نشروه، ولا مكالمه او تسجيل صوتي مع رافت نشروه،
ولا امضاءات مضاها رأفت ليهم ان هو يشتغل معاهم. مفيش اي حاجة تدين رأفت الهجال. فده دليل براءة في حد ذاته ان اليهود لو كانوا فعلا شايفين ان رأفت الهجال كان عميل ليهم كانوا اثبتوا الكلام ده. لكن هما ما اثبتوش ولا بدليل واحد. كله كلام معترض. ممكن يكون يعني مفاجأة اول ما اعلنوا ان رأفت كان عميل لمصر دي مفاجأة دي تعبتهم شوية. ممكن فبدأوا يقولوا اي كلام وكلام مش حقيقي. دي الحاجة الوحيدة او المبرر الوحيد لكلامهم عن رأفت. لكن رأفت انا شايف ان هو بنسبة 70% كان راجل وطني جدا، اخلص لمصر جدا، ضحك على اسرائيل في بعض الحاجات، مش كل الحاجات زي ما المسلسل جايب، في بعض الحاجات ده كلام واقعي. اظن ده كلام واقعي ويرضي بعض المشاهدين اللي اتفرجوا على الفيديو ده. ويعني مش عايز اقول لكم التعليقات تحت عامله ازاي. والعراق يا جماعه، العراقي الاخوه العراقيين بسم الله ما شاء الله، وكل العرب اتفقوا ان المسلسل ده هايل. هو مسلسل هايل هايل بجد. يعني انا كنت مره عملت عمليه وخدت شهر اجازه في البيت، فعايز اقول لكم المسلسل ده اتفرجت عليه مرتين باجزائه كلها. لا، فالمسلسل معمول بشكل تحفه تحفه. فربنا يا رب يعني ينزل الحقيقه كامله، لان يعني احنا في سنه طبعا عندنا شغف. في بعض كتير جدا، في حاجات كتير جدا، في عملاء مصريين او مصر جندت عملاء ليها في اسرائيل، منهم اسرائيل نفسهم. ده وارد. لكن الكفاح بيننا وبين اسرائيل وشغل المخابرات ده اكيد قائم لحد دلوقتي. اكيد كل حد، وخصوصا بقى دلوقتي المخابرات بتشتغل دلوقتي على الاخبار الاقتصاديه، المشاريع اللي هتتفتح ايه، ايه اللي ممكن يضر مصر، ايه اللي ممكن يفيد مصر. الحاجات دي كلها بتبقى معلومات مهمه جدا. وطبعا بحيي المخابرات. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.